القدر. جمعني بكم من جديد أيها البشر، مغامراتكم أتت بكم إلى سطحي. لستم الأوائل، لا. أتعرفون عن السندباد شيئاً؟ لعلي أخبركم إحدى حكاياته. في أفق بعيد وسط المحيط الهادئ، توعد قبطان خبيث بأن يقتل البحارة على متن سفينته، فامتلأت قلوب البحارة بالرعب وقرروا الهروب من قبضة الموت باللجوء إلى المحيط في ليلة مصيرية اكتمل فيها القمر. اجتمع البحار المقدام، السندباد، ليلاً مع ثمانية من البحارة للهروب من قبضة القبطان القاسي الذي اتهم البحارة بسرقة قلادة ثمينة وتوعد بقتلهم واحداً تلو الآخر إن لم يعترف أحدهم بالسرقة. اتجه البحارة بخطوات حذرة باتجاه قارب نجاة صغير، ولكن انتفض طمطم أحد البحارة الذي يحمل حذاءه بين يديه مرتجفاً من شدة رعبه وقال: انظروا، لقد استيقظ القبطان وأشعل ضوء غرفته. ماذا تفعلون أيها الخونة؟ سوف ألهيه، اذهبوا بسرعة. لا يا سندباد، يجب أن تذهب أنت، فإنك الوحيد القادر على قراءة الخريطة. سوف أبقى أنا. بسرعة بسرعة يا شباب، اقفزوا في الماء. قفز السندباد وأصدقاؤه السبعة في الماء وفروا بقارب نجاة صغير، وبعد مدة من التجديف سمعوا صوت تصدع في القارب، وتحطم القارب كلياً بسبب ثقل وزنهم. وقعوا في الماء والأمواج تأخذهم في كل اتجاه، وصارع السندباد أمواج البحر ليبقي رأسه فوق سطح الماء، إلى أن رأى شيئاً ما، جزيرة في الأفق أخذوا يسبحون نحوها. اسبحوا بسرعة نحو الجزيرة، ارتطمت قدمي بشيء في الماء. وصل السندباد إلى الجزيرة وصعد مع بقية البحارة إلى سطحها يلهث من شدة الإرهاق. الغيوم غطت على ضوء القمر، لا أستطيع أن أرى شيئا على هذه الجزيرة. أشعر بأن الأرض تتمايل تحتي. وأنا أيضا، ولكنه ربما بفعل دوار الحركة. ظلت علامات التساؤل والضياع على وجوه البحارة إلى أن غلبهم التعب والنعاس. لم يكن هناك داع لتغمروني بالماء كي أستيقظ يا شباب. اصحى يا مغفل، نحن على ظهر حوت. حوت؟ إنه ضخم للغاية. كان يجب أن أبقى على السفينة. كان مصيرنا محتوما على ظهر تلك السفينة، ولو أراد الحوت أن يؤذينا لحصل ذلك البارحة. والآن ما الحل يا عبقري؟ أوقعنا الخريطة في الماء، هل لدى أحدكم أي اقتراح؟ أخذ جميع البحارة يتشاورون بحدة، بينما كان قرش يحوم حولهم تحت الماء غريب الأطوار ويختلف عن أمثاله من القروش، فهو نحيل الشكل ذو أسنان عوجاء. لاحظ وجود البشر على ظهر الحوت واقترب ليعرض على السندباد خدماته المشروطة. عفواً، أنا لدي اقتراح. قرش ملعون، إنه يتكلم يا بحارة. تنحوا جانباً، سأتصرف. هل أنت إنسان مسحور؟ ألهذا السبب تتكلم؟ لا لست بشراً،
ولكن أتكلم بفضل تعويذة قديمة. المهم، انظر يا فتى إلى أسناني، إنها تثير سخرية معشر القروش. فقدتها في معركة مع أحد أقوى القروش، وأنت تملك يدين بشريتين تستطيع بهما التقاط الحجر السحري الذي يجعل أسناني حادة وقوية كي أنتقم من ذلك القرش اللعين. وفي المقابل أعطيكم هذه البوصلة النادرة، بإمكانها أن ترشدكم إلى أي مكان. وما الذي يجعلها نادرة؟ هل هي مصنوعة من معدن ثمين؟ لا، ولكنها تعمل بشكل سحري بيد النبلاء. وما الذي يضمن لنا تنفيذ ما اتفقنا عليه، وأن أسنانك الفولاذية لن تغريك بقمشتنا؟ وهل تظن أنني سأترك أنواع الأسماك اللذيذة لألتهمك أنت بثيابك الخشنة ورائحتك النتنة؟ لن نعطيك الحجرة إلا أن تعطينا البوصلة، وبهذا الشكل يمكننا أن نثق بك، وهذا شرطنا، فما رأيك؟ أنا لا أمانع ما دمتم سوف تساعدونني. حسناً، اتفقنا. تسعت عينا القرش فرحاً، فالمكان في غاية الخطورة، ولم يتجرأ أحد على أن يقترب منه من قبل. تقدم السندباد وقفز في الماء متطوعاً، وكان أول من غاص مع القرش. عليك أن تكون سريعاً، تمسك بي لنغوص سوياً، ليس لدينا متسع من الوقت. لم يدع القرش فرصة لسندباد للرد عليه، ونزل به إلى قاع البحر. جذب انتباه السندباد كمية صخور هائلة مبعثرة حول فوهة ينبعث منها الماء الساخن، وبدا له أن الأحجار تهتز. أراد السندباد أن يسأل القرش عن هذه الصخور، ولكنه لم يستطع الكلام، فأشار إليها بإلحاح، وإذ بإحدى الصخور تندفع عالياً أمامه. حجر الثمين موجود تحت إحدى هذه الصخور، إنه بنفسجي اللون، تتخلله خطوط صفراء غريبة، عليك أن تلتقطه بخفة قبل أن تقع عليك أي صخرة. امتلأ قلب السندباد خوفاً، فهذه الصخور تندفع عالياً من حول الفوهة ثم تسقط بقوة. بدأ يفقد أنفاسه، فتوجه إلى القرش لعله يعود به إلى سطح الماء. ما زالت هناك صخرة لم تتحرك من مكانها، أنا متأكد من أنك سوف تجد حجر العزيز تحتها. طرب السندباد من الصخرة لإزاحتها بيده، ولكن في اللحظة ذاتها اندفعت الصخرة بقوة شديدة وارتطمت بالسندباد، مما أفقده توازنه وقدرته على الحركة. حاول القرش أن يساعده، ولكن الصخرة سقطت بسرعة على قدم السندباد. يا لحظ اللعين، سوف أحضر أصدقائك لإزاحة الصخرة من فوق قدمك. راقب السندباد صعود القرش بكامل سرعته، ونظر إلى أصدقائه يغوصون نحوه قبل أن يفقد وعيه، فقاموا بالتخلص من الصخرة بسرعة. انتبه طمطم لوجود الحجر السحري تحت الصخرة، فالحجر كان يلمع، وتبين لطمطم أنه حجر من الأحجار الكريمة، فأخذه بخفة ووضعه في جيبه دون أن يلاحظ القرش. القرش الذي صعد بالسندباد غافلاً إلى السطح بسرعة. صعد جميع البحارة على ظهري، وهم يستجمعون أنفاسهم ويربطون على ظهر السندباد الذي استعاد وعيه
وكان سعيداً بنجاته من الغرق. آه، يبدو أني لن أتمتع بأي أسنان خلابة بسبب حظ التعيس، ولكن كي أوفي بوعدي لكم سوف أعطيكم البوصلة. هيا قم بسحبها من بين أسناني الضعيفة. شكرا لك على الوفاء بوعدك، فنحن في أمس الحاجة إلى هذه البوصلة العجيبة. سحب السندباد البوصلة من فم القرش ثم فتح غطاءها الصدئ، ولكن بقي مؤشر البوصلة ساكنا في مكانه. فنظروا جميعا باستغراب إلى القرش. إنها لا تعمل. أنتم مجموعة لصوص، البوصلة لا تعمل بيد السارق. من منكم سرق حجر السحرين؟ لم نسرق شيئا، لقد خدعتنا. لو كانت أسناني سليمة لكنت اقتلعت ذراعك بفمي. انقض القرش من شدة غضبه على قدم السندباد محاولا جره إلى الماء، فركض طمطم نحوه ودفع القرش بعيدا، ولكن وقعت من جيبه قلادة القبطان أمام مرأى الجميع. لا أصدق أنك سرقت القلادة، هربنا جميعا من السفينة بسبب سرقتك، لماذا قمت بسرقتها؟ أنا يا سندباد لم أتخيل أن الأمور سوف تتفاقم إلى هذا، فالقبطان لديه العديد من الثروات ولا يشاركنا أبدا الغنائم. القبطان كان سيقتلنا جميعا بسبب حماقتك. لم يكن دافع السرقة فحسب، أنا بحاجة لتجميع مبلغ هائل كي أنقذ والدي الذي... لهذا السبب سرقت الحجر أيضا، أليس كذلك؟ الحجر من أغلى أنواع الأحجار الكريمة، ظننت بأنني سوف أستفيد منه أكثر من القرش. أنا آسف، تفضل يا سندباد. كان بإمكاننا أن نساعدك بطريقة أخرى، ولكنك فضلت أن تسرق وتخاطر بحياتنا وتشوه سمعة جميع البحارة معك. تزم طمطم الصمت متأطئاً رأسه، ونظروا إليه بخيبة أمل كبيرة. ثم أخذ السندباد الحجر منه ورماه في فم القرش الذي ابتلعه بسرور. بدأ الحجر السحري يؤتي مفعوله داخل فم القرش، مصدراً أصواتاً وأنواراً بنفسجية غامضة. ثم ابتسم القرش كاشفاً عن أسنانه الفولاذية بسعادة. نحن نعتذر منك، ولكنك نلت مرادك. خذ البوصلة، فهي لن تعمل على كل حال. أبقها بحوزتك، ستعمل في حال إعادة القلادة لأصحابها. والآن أراكم على خير، فهناك العديد من الحسابات لتصفيتها مع معشر القروش. ذهب القرش متفاخرا بأسنانه، وترك السندباد وأصدقاءه والحسرة تملأ وجوههم. سوف أقطع يدك أيها اللص. دفع بدر طمطم على الأرض وأخذا بالعراك، فركض السندباد نحوهما ورفع بدر عن طمطم وقال محاولا تهدئته: لن يجدي هذا الشجار نفعا، نحن عالقون هنا بسببك يا طمطم، وعليك أن تبدي ندمك إلى أن تنال ثقتنا من جديد. لن أسامح نفسي لو أصابنا أي مكروه. لا جدوى من الحسرة الآن، وليس بيدنا إلا أن نتمسك بالأمل ونمضي إلى الأمام. هذا ما ساعدني في النجاة سابقا، وأتذكر تلك المغامرات كأنها حصلت مع البارحة. جلست البحارة حول السندباد وأنصتوا إليه وهو يقص عليهم مغامراته، إلى أن شقشق الصباح. وهذه بداية لسلسلة من القصص التي رواها السندباد وهو مبحر على ظهري.